رفعت الراية لانطلاقة الشوط الخامس. بالفعل اندفعت البوابة، اندفعت الجياد من خلال البوابة في الشوط الخامس في جزئه الأول لجياد وفراس الأربع. إلى خمس سنوات السعي لتحقيق الانتصار الأول، متحسن يبدأ في التحسن الآن في الصدارة في المركز الأول في حضور متحشم في المركز الثاني في هذه المواجهة، مواجهة الجياد المبتدية الباحثة على الانتصار الأول. تطبيق يقترب مع شموخ عمر أيضا، وكذلك كحادف وحضور لرمز بلادي فيما متحسن في الصدارة مع متحشم في المركز الثاني في ظل المطاردة وتحسين المراكز من الخارج من قبل رمز بلادي، فيما الصدارة لمتحسن في المركز الأول. المطاردة من متحشم، مسافة الميل بدأت تنقضي، التحدي لحسم مواجهة هذا الشوط لتحقيق الانتصار الأول. متحسن يتحسن الآن في الصدارة، تطبيق يذهب للمرتبة الثالثة فيما حضور لمن لي أيضا مشاهدينا الكرام لتطبيق فيما متحسن في الصدارة في ظل المطاردة لمتحسن يذهب في الصدارة في المركز الأول. متحسن الخوف من المستقيم من الداخل فيما متحسن في صراع مع تطبيق لحسم مواجهة الجزء الأول من الشوط الخامس. هنا شوط لوحده مشاهدين الكرام ما بين تطبيق ومتحسن حتى خط النهاية. متحسن وتطبيق شكرا لكما، قدمتما شوطا جميلا. شكرا للمدربين، شكرا للخيال. إذا مشاهدين